ينضم إلينا على الهواء مباشرة في هذه اللحظات السيد ياسر مناع المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد ياسر، صباح الخير. صباح النور لك والسادة المستمعين. نعم، يعني اليوم نتحدث عن ضربات متتالية تلقاها الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس عبر التهديدات التي انطلقت والتأكيدات التي انطلقت على لسان إذن حسن نصر الله يوم أمس وصولا إلى اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في إطار حالة ممكن من الغموض المدروس الذي حملته كلمة حزب الله يوم أمس وتحديدا حسن نصر الله وصولا إلى اختيار حماس للسنوار. ما هو الغموض المدروس الذي يعني تتابع إسرائيل بقلق؟ يعني في الواقع إسرائيل تتابع أو تنتظر الرد من حزب الله ومن إيران ومن اليمن، هذه الثلاثية، ثلاثية الرد الذي تنتظرها إسرائيل حتى اللحظة. من غير الواضح لإسرائيل ما هي طبيعة الأهداف التي من الممكن أن يقوم حزب الله لا سيما لقربه الجغرافي من إسرائيل باستهدافه. وبالتالي إذا أراد، هناك بعض الأقوال التي تقول أنه إذا أراد حزب الله أن يقصف المنشآت المدنية أو المواقع المدنية لفعل ذلك قبل أيام بسهولة هذه الأهداف، ولكنه على ما يبدو أنه يبحث عن هدف ذات وزن وذات معنى في إسرائيل. بشكل عام في الجبهة اللبنانية والجبهة الشمالية هناك معادلتان رئيسيتان. في البداية جبهة الإسناد يقودها حزب الله منذ 7 أكتوبر ضمن إطار اشتباك واضح ومحدد، يلتزم بهذه المعادلة رغم بغض النظر عن التكاليف. مهمة هذه المعادلة أو هذه جبهة الإسناد تعقيد مهام إسرائيل في غزة والضغط نحو وقف العدوان. أما المعادلة الثانية والتي تولدت قبل فترة قليلة وقليل وهي حتمية الرد، بمعنى أنه يتعين على حزب الله الرد على أي مساس بشخصيات في الحزب مثل عملية اغتيال فؤاد شكر لأسباب سياسية ومعنوية. وكذلك الحال بالنسبة لإسرائيل، يعني إسرائيل ترى في بعض الأحداث كما شهدنا في حادثة مجدل شمس، وإن كانت يعني لا يؤخذ على أنه سبب لتنفيذ عملية اغتيال بهذا الحجم، إلا أنها لأن إسرائيل وجدت في ذلك مبرر لأن تقوم بالرد. بالنسبة لاختيار السنوار، يعني شكل مفاجأة بالفعل، شكل مفاجأة. قبل أيام كان الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأسماء مختلفة والتكهنات حول خالد مشعل وخليل حية، إلا أن السنوار اختياره يحمل أيضا أبعاد رمزية أولا ومن ثم سياسية، وهذا يعني يؤكد لإسرائيل أو يؤكد لنا بأن إسرائيل رغم التوقعات التي تطرحها إلا أنها تكون مخطئة في كثير من الأحيان. نعم، إذا أسأل سيد ياسر وكنا نتحدث تحديدا عن اختيار السنوار، يعني وإسرائيل تدرك تماما أن السنوار شخصية يتمتع بحنكة عسكرية إدارية تنظيمية وسياسية، وناهيك أن السنوار هو أحد أبرز المطلوبين وقد يكون المطلوب الأول للاغتيال من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كيف سيتعامل الاحتلال الإسرائيلي مع اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، وما هي المعادلة التي فرضتها فعليا حركة حماس سواء كانت على إسرائيل أو حلفائها من خلال اختيار السنوار رئيسا للمكتب الحركي؟ يعني بداية باعتقادي أن المشهد الميداني في غزة لم ينشئ تغييرا كبيرا على المدى القريب في ظل اختيار السنوار. يعني ستظل إسرائيل تعمل في قطاع غزة تنفذ عمليات، على العكس ستكون هناك يعني بدوافع محاولة اغتيال السنوار أو العثور على رأس حماس اليوم، يعني من يتولى سدة القيادة في حماس اليوم ستحاول البحث عنه وتنفيذ عمليات إضافية في إسرائيل. هذا من جانب. من جانب آخر إسرائيل هي تدرك تماما ما المدى الشعبي الذي يتمتع به السنوار، وأن حماس أرادت بذلك إيصال عدة رسائل أهمها أنها مستعدة لدفع هذه الأثمان وأنها نفذت 7 أكتوبر عن قناعة وعن علم وعن دراسة
وها هي تختار السنوار الذي يعني يعد أحد مهندسي هذا الهجوم المباغت في 7 أكتوبر لقيادة الحركة، بمعنى أن الحركة كلها في هذا الاتجاه وهذا النهج رغم الأثمان وتكلفة الأمر. طب السؤال، يعني ما بعد اختيار السنوار تحديدا، هناك الكثير من الفرضيات التي سيتعامل معها الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بماهية الحرب على قطاع غزة، فيما يتعلق بملف المفاوضات، وفيما يتعلق بجزئية شكلت هاجسا على مدار 10 أشهر للاحتلال الإسرائيلي المتعلقة باليوم التالي للحرب على قطاع غزة. ما هي الفرضيات التي يعني نوعا ما ستتعامل معها الاحتلال الإسرائيلي ما بعد اختيار السنوار؟ يعني حتى اللحظة إذا ننظر إلى قطاع غزة، نرى بأن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها في قطاع غزة. حركة حماس لا تزال على سدة الحكم، المقاومة في الميدان لا تزال قادرة على المناورة، والأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة لم يعودوا إلى بيوتهم. هذه الأمور الثلاثة حتى اللحظة لم تحققها إسرائيل، وهذا يعني خسارتها في الحرب. مضافا إلى ذلك، هناك شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي لم يعد مقتنع بتفوق الجيش والمعارك في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، بالأمس كان أو أول أمس كان هناك تقرير على CNN بأن هناك لا زالت إسرائيل غير قادرة على تفكيك خلايا لحماس والمقاومة في وسط قطاع غزة. هذا التغطية الإعلامي الإسرائيلي مع هذا التقرير يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يقنع الجمهور الإسرائيلي أولا، وإيجاد مبررات للعمل في قطاع غزة وفي منطقة الوسط خصوصا، وهذا يشير كل ذلك إلى أن الحرب قد تستمر إلى فترة يعني مستقبلية. فيما يتعلق باليوم التالي، باعتقادي أن سواء كان السنوار في قيادة حماس أو غيره، هناك أهداف ومطالب واضحة لن تتغير. إسرائيل تحاول أن تجعل من قطاع غزة منطقة خراب غير صالحة للحياة، وتحاول أن تجد إدارة بديلة لهذا القطاع عدا عن حماس. وبالتالي كما قلت، يعني هذه قناعتي بغض النظر من تولى قيادة حماس، يعني لأن الاحتلال يعلم وأن إسرائيل تعلم بأن القرار في حركة حماس هو قرار شوري ولا يتعلق بشخص واحد، وبالتالي هذه القرارات المصيرية بغض النظر من تولى قيادة الحركة سواء السنوار أو غيره يعني ستظل ثابتة. نعم، وفيما يتعلق تحديدا بجزئية يعني سيد مناع، ما يتعلق بردود الاحتلال الإسرائيلي التي يعني تهافتت ما بعد إعلان الحركة بصورة رسمية عن اختيار السنوار، وسائل إعلام إسرائيلية تتبعت هذا الموضوع بالإضافة إلى بعض الأوساط الأمنية والعسكرية التي تحدثت عن اختيار السنوار، منها ما تحدث أنه اختيار السنوار كان مفاجئا لإسرائيل، والبعض الآخر أنه قال أنه اختار أخطر شخصية لقيادتها في ظل إدراك الاحتلال الإسرائيلي أن الكثير من الملفات تتبلور ما بين يدي السنوار. كيف ستتعامل إسرائيل مع المرحلة المقبلة؟ يعني باعتقادي أن بداية أن الإعلام الإسرائيلي منذ أيام هو يعني يناقش هذه المسألة، من سيخلف هنية في رئاسة المكتب السياسي. بالأمس بالفعل كانت هناك يعني صدمة للمحللين والصحفيين والساسة في إسرائيل، ويحاول كل هؤلاء التركيز أو شيطنة هذه الشخصية باعتبارها يعني يتم وصفه بأعنف العبارات وأقصاها بأنه يعني صاحب ماضي أمني طويل، أنه ساهم في قتل الإسرائيلي وما شابه ذلك. باعتقادي أن إسرائيل اليوم يعني سيكون لها هدف واضح، ونتنياهو خصوصا والمؤسسة الأمنية، بأنها تريد الوصول إلى السنوار. تحاول يعني إضافة إلى ذلك سوف يعني تعمل على محاولة تعزيز ملاحقته من الناحية القانونية وعلى المستوى الدولي، على اعتبار أنه المسؤول عن 7 أكتوبر، بمعنى أن إسرائيل ستسير في أكثر من مستوى بعد اختيار السنوار. لكن كما قلت يعني وهذا وأؤكد على ذلك، أنه على المستوى الميداني لا أعتقد أن هناك تغير على مجريات الحرب في قطاع غزة. إسرائيل تحاول لها أهداف في قطاع غزة، تحاول أن تحققها سواء
يعني كان سينوار في قيادة الحركة أم لا؟ نعم، ولكن في المقابل إسرائيل تدرك أنها تواجه مقاومة عنيدة، مقاومة متواصلة على مدار 10 أشهر، كما بدأت الاحتلال خسائر كبيرة جدا، ولكن تدرك تماما أن يحيى السنوار كما وصفته بمهندس طوفان الأقصى وقاد أيضا معركة سيف القدس. هل بوجهة نظرك إسرائيل يعني تميل إلى أنه اختيار السنوار أحد الردود المنتظرة من قبل حركة حماس على اغتيال هنية، وهل تحمل تغيير استراتيجي يجي في توجهات الحركة تحديدا المتعلقة ما بعد 7 أكتوبر؟ يعني في اعتقادي بالفعل يعني عملية اختيار السنوار هي أحد الردود على اغتيال هنية، كذلك حالة الترقب وحالة الهلع وهذه الحالة يعني أيضا هذا نوع من الرد على عمليات الاغتيال. هذا من جانب. من جانب آخر يعني حماس هي واضحة لديها أهداف واضحة منذ 7 أكتوبر، تسير في أكثر من مسار ميداني على الأرض، ومسار سياسي، ومسار شعبي دولي وعالمي. وبالتالي يعني باعتقادي أن اختيار السنوار سيعزز كل ذلك. والنقطة الأهم أن التي حاولت حماس من خلال اختيار السنوار تأكيدها على أن رئيس مكتبها السياسي هو في قطاع غزة، بمعنى أنه في قلب المعاناة وليس في الخارج، وإن كان ذلك لا يعيب لطبيعة الظرف الفلسطيني وطبيعة الحركات الفلسطينية، إلا أن السنوار هو من داخل قطاع غزة، يعني يشارك الناس في معاناتهم في ظل الحرب تحت الصواريخ وتحت القصف. هذه رسالة معنوية ورمزية أيضا أرادت حماس أن تؤكدها من وراء اختيار السنوار. نعم، يعني مثل ما أشرنا في بداية الحديث، يوما ممكن كان ثقيلا اعتبرته إسرائيل عليه مع هذه القرارات وكلمة يعني حسن نصر الله وما حصل يوم أمس من وصول صواريخ المقاومة اللبنانية إلى نهاريا وإلى حيفا وإلى مناطق أخرى من عكا، الخسائر التي مني بها الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، في ظل التأكيدات لنصر الله على أن الرد سيأتي سيكون فاعل وأيا كانت العواقب، وتوعد بالرد الذي سيكون موجعا وقد يكون جامعا، بمعنى أن سيكون هناك ردا إيرانيا وحزب الله ومن اليمن ومن جبهات عديدة. بوجهة نظرك ما هي الأبعاد التي حملتها كلمة حسن نصر الله وكيف تم متابعتها، وهل فعليا إسرائيل هذا يأتي على البعد الانتظار، وفيما يتعلق بجزئية الرد المدروس في الوقت والزمان؟ نعم، يعني الإعلام الإسرائيلي تابع عن كثب كلام نصر الله، حتى أن بعض المحللين والصحفيين نقلوه بشكل شبه حرفي ما قاله نصر الله. الخطاب بالأمس كان خطاب يعني استراتيجي حمل رسالة واضحة مفادها بأنه لا يمكن ولن يسمح بأن تنتصر إسرائيل في هذه الحرب، لأن ذلك سيؤثر ليس على غزة فقط ولا على الفلسطينيين فحسب، بل على المنطقة بأكملها. كذلك أكد الخطاب على حتمية الرد وبأن رد حزب الله هو قادم، وهذا زاد وعزز التعزيزات والاستعدادات في إسرائيل ومدى الجهوزية. وإسرائيل هي تدرك بأن حزب الله هو يريد يعني أن يرد على حادثة اغتيال فؤاد شكر، إيران تريد أن ترد على اغتيال الهدية، واليمن يعني يريد أن يرد على قصف ميناء الحديدة. كل ذلك يعني يجعل إسرائيل تتخبط ويعني تكثف من تقديراتها ومن جهودها. ما هو الهدف؟ كما قلت في البداية، أنا لو أراد حزب الله أن يقصف مناطق مدنية لفعل ذلك، لو أراد أن يرسل مسيرات إلى تل أبيب ومجرد أن تكون ضربة تحمل البعد الرمزي بأنه رد لفعل ذلك منذ أيام، ولكنه على ما يبدو هذه بعض التقديرات إسرائيل أنه يبحث إما عن شخصيات وازنة أو عن منشآت حساسة يقوم بضربها، وبالتالي تكون الضربة مؤلمة وتكون الضربة ذات معنى واقعي وليس ذات بعد رمزي فقط. نعم، وأنت تتحدث إلينا يعني هناك بعض التصريحات التي جاءت قبل قليل إذا على ما نشرته تحديدا واشنطن بوست، أن إيران قررت وتدرس تخفيف الرد على اغتيال هنية والرد على إسرائيل بعد تدخلات طبعا وجهود دبلوماسية أمريكية وأوروبية. بوجهة نظرك هل من الممكن أن يكون هناك استجابة فعليا للجانب الإيراني لتخفيف طبيعة الرد
الرد على اغتيال هنية في عقر دارها، وصولا إلى ما تحدث فيه حسن نصر الله عن التأكيدات مرارا وتكرارا أن الرد الإيراني قادم، وأشار إلى أنه يمكن التشاور ما بعد الرد. يعني باعتقادي أن إيران اتخذت قرارا واضحا ليس الآن، منذ شهر إبريل، منذ قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، وبعدها قامت بالرد. باعتقادي أن إيران اتخذت الرد على عملية اغتيال إسماعيل هنية وألزمت نفسها في ذلك، هذا أمر مهم. وبالتالي يعني مسألة قضية التخفيف، يعني لا أدري إلى أي مدى جدية هذا التصريح، ولكن في كل الأحوال إيران سوف ترد بشيء يحفظ، يعني يحفظ ما وجهها ويحفظ وزنها في المنطقة. إيران تحاول منذ سنوات أن تكون فاعل إقليمي وقوة إقليمية في المنطقة تجابه إسرائيل، هي على رأس محور المقاومة الذي يجابه إسرائيل، وبالتالي باعتقادي أن هذه المكانة لا تخولها لأن لا ترد أولا أو أن ترد ردا عاديا. نعم، يعني هناك حسابات سياسية في المنطقة. بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية هي تقود هذه الحرب أولا في غزة ومن ثم في إيران ولبنان، هي ولكن سياستها ألا يعني تنتقل الأمور إلى حرب شاملة. هي تريد من إسرائيل أن تنفذ هذه الضربات، وبالتالي يعني لا تريد أن تنجر إلى حرب إقليمية شاملة في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم لإسرائيل الدعم العسكري والدعم الاستخباراتي وكل هذه وكل أنواع الدعم. لذلك يعني نرى قيادة الجيش الأمريكي على اجتماع دائم في منذ 7 أكتوبر في وزارة الجيش في إسرائيل. نعم، وإذا كنا نتحدث فعليا عن جانب يعني ما يحدث في المنطقة وما سيحدث في المنطقة ما بعد رد إيران وحزب الله المرتقب والمنتظر سواء كان من إسرائيل أو من قبل حلفائها أو بالمنطقة برمتها، هل بوجهة نظرك يعني كيف سيكون الرد الإسرائيلي على الرد سواء كان من قبل إيران أو من قبل حزب الله، وما البعد الذي ستأخذ ردود الاحتلال الإسرائيلي؟ وأكيد هذا يتعلق في ماهية الأهداف التي سيتم رصدها واستهدافها بصورة مباشرة من قبل إيران وحزب الله. يعني بالطبع منذ عمليات الاغتيال الأخيرة شهدنا جملة من التصريحات من نتنياهو إلى وزير الجيش وكل وناطق باسم الجيش وكل ذلك، يعني جميع هذه الخطابات والتصريحات الإعلامية ركزت على بعد واحد أنه تجنب استهداف المدنيين، بمعنى أن إسرائيل كانها تريد أن تقول أن أي استهداف للعسكريين للمنشآت العسكرية وما يصنف عسكريا من الممكن أن يتم احتوائه. إلا أن ذلك يعني طبيعة الرد الإيراني أو رد المحور بشكل عام وأشمل، طبيعة الاستهداف، المكان، التوقيت، كل ذلك يتحكم في طبيعة الرد الإسرائيلي. أعتقد يعني باعتقادي أنه ما دام الرد لن يطال أو يطال كل ما يصنف عسكريا، ستقوم إسرائيل يعني باحتواء هذه الضربات. من الممكن أن ترد على لبنان بالرد الطبيعي الذي نشهده الآن، إلا أنه في المستقبل، وهذا شيء أيضا مهم، أن إسرائيل هي ماضية في عمليات الاغتيال سواء بحق قيادات فلسطينية وعلى رأسها حركة حماس أولا وقيادات من حزب الله. هذه حرب طويلة وحرب لا يعني لم تبدأ من عمليات الاغتيال التي شهدناها في الفترة السابقة، ولن تنتهي يعني في الردود المنتظرة. شكرا جزيلا لك يا سيد ياسر المنع المختص إذن في الشأن الإسرائيلي، عجودك معنا هذا الصباح. شكرا.